السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية ورقية. وصفتنا لنهار اليوم هليلات محشيين بحلوة الترك وبدون بيض. نمر مباشرة للمقادير. نحتاج نصف كأس مارغرين دايبة، نصف كأس زيت، نصف كأس حليب بارد، ملعقة صغيرة لافاني وفارينة. نمر لطريقة التحضير. نحطو المارغرين دايبة، بشرط تكون دايبة مي ماشي سخونة، تكون دافئة برك. نصف كأس زيت، ونضيف الحليب ولافاني. كما دايما نقولكم لافاني تحبي سائلة تحبي بودرة. نضيف عليهم الفارينة بكميات قليلة. ما نقدرش هنا نعطيك العبر سوا سوا، بس كاينة الفارينة اللي تشرب وكاينة اللي ما تشربش. المهم نحط غير بشوية ونبدأ نطم في العجينة ديالي، وغير نلقى العجينة ولا تطرية نحبس، ما نزيدش الفارينة. نطمو هكا غير بشوية. أنا العجينة ديالي راهي تبان باللي تلمت، فوالا تحصلت على هاد العجينة تكون طرية. نحطها في ورق شفاف، نغلفها مليح باش ما يقيسهاش الهواء. وهنا نمروا للحشو. الحشو نسحق حلوة الترك، نسيي نعجنها هكا. وكاينه حلوة الترك اللي ما تتعجنش تبقى تفتت، هنا زيدي لها ملعقة تاع مربى وعجنيها، راح تتلملك عادي. ونشكل هكا حربوش صغير كما راكم تشوفوا. هنا جبت كيس بلاستيكي وخرجت كمية صغيرة من العجينة. ما تخدميش بالعجينة كامل، بس كلو كان ديري كونتيتي كبيرة وبعدها كي تقطعي دوائر وبعد هذوك الزوائد تعاودي تطميهم تعاودي تزيدي تخدمي بهم، راح يفقدوا كمية كبيرة من ليدام، ولاباط حتولي لك يابسة ما توليش كامل شابة. نطرح العجينة ديالي بسمك واحد 3 مليمتر 4 مليمتر هكاك، ونقطع دوائر. انا استعملت هاد البول، مي اللي ما عندهاش تقدر تقسم العجينه ديالها 22 كوريه، وكل كوريه تبسطها وتخدم عادي. هنا الدوائر ديالنا حطيت فيهم الحشو، ونسيي نغلقهم مليح، لخاطرش العجينه لو كان ما تغلقيهاش هنا مليح كي تحطي الهليلات ديالك يطيبوا راح تخرج لك كامل حلوه الترك، وما راكيش حتنجحي فيها. كما راكم تشوفوا غلقتهم مليح، ومن بعد بديت نرولي. نسيي نشكل شراكة يكون الوسط ديالها خشين والاطراف يكونوا رقاق. هنا درت بوشون باش يعاونني باش تجي الدائره متساويه. فوالا بهالطريقه. انا خدمت وحده قدامكم فوق الطابله، مي انا صراحه نسقمهم في سني واخير، لخاطرش لو كانت تسقميهم فوق الطابله كي ترفدي الحبه رايحه تعاود تخسر لك. مالك فاش ديري. نحط الدائره تاعي فوق طابله عادي، نحط الحشو نغلق عليها مليح ونزير باش ما يخرج ليش الحشو كي تكون طيب. نسيي ندور العجينه كش غني نضفر فيها، ونغلق عليها مليح، نروليها، نخلي الاطراف دائما شويه رقاق والوسط يجي عالي باش يجي الشكل تاع الهليله تاعنا شباب. نجيب سنيوه اللي نكون درت لها ورق الطهي ولا مرشوشه بالفارينه، نحط الهليله ديالنا وندير بوشون في الوسط ونسحب البوشون هكا. الشكل راح يكون كامل كيف كيف، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. نخلوهم يرتاحوا لمده 10 دقائق، وندخلهم الفرن على درجة حرارة 160 درجة. الهليلات ديالي راهم طابوا، وخلوهم يكتسبوا هذاك اللون الذهبي. انا في الكاميرا ما مش يبانوا مليح، مي لا كولور تاعهم راهي رايحه اللون الذهبي باش يطيبوا لنا مليح، سينو يبقاو معجنين لداخل. من جهه اخرى جبت بسكوي مرحي، انا رحيت هذا وانت رحي الكاطو اللي تحبيه، المهم يكون حلو، بس كلاباط تاعنا ما فيهاش السكر، لازم لها كاطو يكون حلو. جبت عسيله تكون دافيه ماشي سخونه، دافيه. وجبت صفايه، نحط الهليلات ديالي في العسيله
نغطسهم مليح ونحطهم في صفاية باش ينقص منهم هذاك العسل اللي يكون زيادة، باش من بعد كي نرمدوهم ما يبقاش العسل اللي سيلنا فوق البسكوي. ونخدم هكا غير بكميات قليلة، ندير كاش 3 حبات ولا نرمدهم، نزيد نعاود ندير 3 واحد اخرين، باسكو لو كان تحطيهم كامل يطلقوا العسل تاعهم رايحين ينشفوا من العسل. نحط البسكوي ديالي في سنيوة تكون شوية بليتسة باش نقدر نرمدهم، ونبدأ نحط في الهليلات ونغطسهم نرمدهم هكا مليح. فوالا بهذه الطريقة نكمل كامل الكمية. أنا كملتها هنا ودرت لها ديكور خفيف غير بالشوكولا، جو يعني ما شاء الله جو بنان جو خفاف، وكمية صغيرة اللي هي نص كاس خرجت لي 22 حبة. نقسم هنا حبة معاكم كما راكم تشوفوا، تقسمت معايا بسهولة، جات بصة جات خفيفة جات يعني ما شاء الله. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وتجربوها وبعتوا لي في تعليقاتكم الرائعة اللي عودتوني عليها. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى. سلام.